أنت قادر. نعم والله أنت قادر، أنت قادر على طاعة الله، وأنت قاعد على ترك معصية الله. من دروس شهر رمضان أننا نتعلم بالبرهان أننا قادرون، قادرون على أن نطيع الله سبحانه وتعالى. فليس المقصود بالصيام أن نمسك عن الطعام والشراب فقط، وإنما المقصود أن نتعلم أن نمسك عما أمرنا الله عز وجل بالإمساك عنه، أن نتعلم كيف نطيع الله سبحانه وتعالى. أنت قادر على ترك المعصية، والله مهما تزخرفت المعصية ومهما تعودت على المعصية أنت قادر. ليس بينك وبين ترك المعصية سوى عزيمة صادقة. ألا ترى أن إخواننا الذين ابتلوا بشرب الدخان لو قيل لأحدهم في غير رمضان أمسك 5 ساعات لقال أنت مجنون؟ أنا رأسي ينفجر، أنا لا أستطيع. فإذا جاء شهر رمضان وصدقت النية وعظمت العزيمة يمسك عن هذا الدخان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يستمر لساعات لو طلب منه أن يمسك عن شرب الدخان في غير رمضان نصف هذه الساعات لأبى إباء شديدا. ثم انظر في حاله، أول ما يؤذن المغرب يبادر إلى شرب الدخان. ما الفرق بينه في النهار وبينه في الليل؟ إنها العزيمة، العزيمة لله. كان في نهار رمضان ذا عزيمة يخاف الله فكان قادرا، فلما أذن المغرب انحلت عزيمته فسقط خاسرا. وهكذا نحن جميعا مع جميع المعاصي، إن صدقت العزيمة والله إنا لقادرون على أن نتركها وأن نبتعد عنها، ولكن مصيبتنا في ضعف عزائمنا. فإياك أن تقول أنا لا أستطيع، بل والله إنك تستطيع، ولكن القضية في عزيمتك. فقو عزيمتك واعلم أن المصير إلى الله سبحانه وتعالى.